من قوة انه لعبة ابو خشم ناجحة وانشهرت بين اليوتيوبر بالذات، حطت علامات استفهام كثيرة على تقييم وتطبير المواقع لها. كم دفعوا يا ترى للمواقع ولليوتيوبر عشان تنجح اللعبة؟ حجاوبكم في هذا المقطع. سلام، كيف حالكم؟ ان شاء الله انكم طيبين ومبسوطين. طبعا بحاول قدر الامكان في هذا الفيديو ان اكون شخص ايجابي، ما ابغى انشر اي نوع من انواع السلبية. في البداية قبل لا نتكلم عن اي شيء عشان نختصر الموضوع وتوصل الفكرة من النهاية ويكون كل شيء واضح. طبعا قبل لا نبدا الاشتراك في القناه عشان المقطع اذا عجبكم اللايك والديسلايك بيعبر رايكم في النهايه. خلونا نبدا. في البدايه باكم تشوفون هذا التريلر لاني ابغى اسالكم عليه كم سؤال وبعدها نكمل ان شاء الله المقطع. نايت او مجرفة الفارس، انا ما اعرف ليش الاجانب ما حسوا انه هذا الموضوع عبارة او هذه اللعبة اساءة لتاريخهم العظيم في اوروبا، قلب الاسد وريتشارد وكينج ارثر ومدري مين والكلام هذا حقهم. كيف مجرفة فارس؟ ليش ما اعطوه السيف؟ ليش ما خلوا الشخصية هذه يعني شكلها اقوى وافضل وخلاص كذا، يعني تحس انه يمثل تاريخ الاجداد عندهم ويمثل شخصية او الفارس الاوروبي بابهى حلة واحلى شكل. ليش؟ أول شيء خليني أسألك، هل اللعبة هذه تتوقع إنك تقدر تشتريها وتلعبها؟ هل مستعد تدفع فيها فلوس وتلعب هذه اللعبة؟ طبعًا دحين محبين اللعبة هذه حينصدموا من الكلام اللي أنا قاعد أقوله، لأن اللعبة هذه تعتبر من أشهر ألعاب الأندي اللي نجحت في عند الأجانب من النهاية. نجحت في موقع كيكستارتر، نجحت على جهاز الويو، نجحت على جهاز البي إس 4، إكس بوكس 1، نزلت على النينتندو سويتش في 2017. اللعبة تعتبر خرافية من النهاية. عندنا ما اتوقع انها تنجح ولا حتى بريال مع كل الاحترام. هل هي الحاله؟ لا، بكفي امس وانا بث لعبه انسايد اللي ترشحت لعبه السنه في 2016، في ناس شايفين اللعبه بارده وغبيه ورسوماتها هبله ما هي قد كذا. عندنا هوتلاين ميامي سويت لها افتكر برضو بث، ما حد رضى يتفرج على اللعبه بكل بساطه، شايفين انها سيئه رغم انها من اشهر العاب الاندي عند الاجانب واتوقع كل الناس تقريبا لعبوها عندهم. ليش نروح بعيد؟ عندنا لعبه ماينكرافت، اشهر الالعاب اللي كان من مطور مستقل ودحين صارت تمتلكها شركه مايكروسوفت، واتوقع من الالعاب اللي مستحيل تموت لانها مكمله ومكمله ومكمله الى ما لا نهايه. لعبه ماينكرافت. Let's go to a place where everything is made of blocks, where the only limit is your imagination. لو تلاحظ الشيء المشترك بين الالعاب هذه كلها انه جرافيك سيء، حتى لو جبنا معاهم كمان سلندر مان وحطينا معاهم كمان فناف او لعبه خمس ليالي فريدي، كلهم ذولا لو جمعناهم سيئه في الجرافيك، ترى مو ذيك الالعاب اللي اوه واو خرافيه. لكن سبحان الله على قد ما انه تشوفها سيئه في الجرافيك الى انه كمتعه كقصه كحبكه ناجحه اللعبه. السؤال يجي في البال، هل في العاب عربيه حاولت تحاكي هذا كله او سوت شيء قريب من هذا كله واحنا ما اعطيناها وجه مثلا؟ بتقولي اكيد الاجابه بتجي ببالك، تقول لي ايوه ما في حد فكر يسوي لعبه ممتعه زي هذه الالعاب وما نجحت عندنا، لان اصلا ما في. طب لو قلت لك غلطان في وجرب اي ايفنت حيصير عندنا في السعوديه قريب، كومي كون او جيمرز كون او اي معرض حيصير دحين قريب عندنا، جرب روح قسم المطورين السعوديين وروح اتفرج، حتشوف كميه ابداع بس ما حد عندهم غير اثنين ثلاثه بس، يعني انا اكون واقف عنده ومعايا اخويا مثلا، ما في حد واقف ثاني غيرنا بس. لكن خلي لو كان في لعبه فيها هجوله، خلي لو كان في عالم مفتوح وسيارات، حتشوف أمة لا إله إلا الله عندها. طب أنا أعطيك أسماء؟ أعطيك أسماء. عندكم لعبة كات ماينور، من الألعاب اللي صراحة عشقتها، لعبة تعتمد على الذكاء بشكل مو طبيعي لدرجة حتى الأجانب منبهرين فيها من كمية الإبداع فيها، من ناحية الصوت، من ناحية الرسومات، من ناحية طريقة اللعب، السلاسل، الأشياء ذي، ولعبة سعودية، ولعبناها افتكر في يوم اللاعبين وتقدر تسأل ملزز كان معايا وقتها فيها، لعبة فعلا خلتنا نشغل المخ، يعني مع احترام لعبة ليتل نايت مير أو انسايد، إذا أنتم شايفينها صعبة ذي الألعاب، ترى ما تتقارن بشيء مع كات ماينور، كات ماينور فعليا وقفتنا لدرجة صرنا نسأل الرجال عشان يلمح لنا ويساعدنا في الموضوع. Any of the insides. You wouldn't want to ruin the fur by splattering.
smattering anything icky on it. Try to remove as much fat as possible. For fishes, lizards, or birds, remember to remove the brain, eyes, and tongue. So, let's get started! بتقول لي ما تعرفها عشان أوريك إنه المشكلة ما هي مشكلة إنه ما عندنا مطورين بقدموا إنه الدعم عندنا يعتبر مشكلة. إحنا ما عندنا موقع خلينا نقول مثلا ممكن أنزل في كيك ستارتر مشروع خاص فيه وأطلب من الناس دعم بناء على الوصف اللي أنا قاعد أعطيهم والصور أو الفيديوهات اللي تبين لهم مشروعي الخاص لدرجة إنه حينبهروا وحيدعموني زي ما صار في لعبة مثلا ستار سيتيزن اللي وصل تقريبا 200 مليون دولار دعم بتريلر نزل في E3 لخبط الدنيا. لعبة شينمو عندنا من الألعاب اللي كانت تخيلوا من استوديوهات كبيرة وحصري على جهاز الدريم كاست إلى لعبة صارت في كيك ستارتر ومن تريلر في معرض بلايستيشن إكسبيرينس صارت حصرية للبلايستيشن بعد ما جاها دعم خرافي في كيك ستارتر والناس قامت تبكي قدام اللعبة. هل عندنا ناس مستعدة تدعم الألعاب بمجرد وصف؟ أجل كيف إحنا قاعدين نحكم على الألعاب بعد ما صارت أصلاً لعبة كاملة قاعدين ننتقد هذه الألعاب وإحنا ما ساهمنا ولا حتى بشيء بسيط؟ ألعاب كثير عندنا عربية وسعودية قاعدة تنتج وما حد قاعد يعطيها وجه. تبغى ألعاب مرعبة؟ موجود عندنا الغموض. تعرف اللعبة ذي؟ حاولت تدعم صاحب اللعبة ذي؟ حاولت تساعده بشيء؟ بتقول لي لا. عندنا لعبة بادية مثلا برضو من الألعاب اللي ما أخذت حقها الإعلامي وشفتها في أكثر من معرض ولهم أكثر من لعبة مطورين نفس الاستوديو اللي هم سيمافور أكثر من لعبة مسوين وكل ألعاب ممتعة للأمانة. لكن أنا متأكد 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 أنه اختيارهم للحقبة الزمنية ومحاولة أنهم يطرحوا شيء جديد مو راضي يمشي معانا كمجتمع. يعني لو صار التسويق هذا عند الأجانب أتوقع كان نجحت اللعبة بشكل كبير لأنه عندنا في نمط وفي تفكير معين للأسف أنت ما تقدر تتحد يعني ما تقدر تتعدى أو تتخطى وتبني عليه لعبة كذا خلينا نقول زي إنسايد مثلا وتنجح. يعني لو إنسايد لعبة سعودية أو عربية بشكل عام ما توقع أنها تنجح عندنا بشكل كبير. وهذا اللي خلى يمكن أغلب المطورين العرب أو السعوديين يركزوا على أشياء مشهورة عندنا في مجتمعنا زي مثلا تفحيط هجولة أشياء زي كذا أنها تجذب الجمهور تطعيس سباقات سيارات هو ذا الأغلب مستمتع ويحب الأشياء هذه. ولاحظناها حتى إحنا عندنا في المجتمع بشكل عام. يعني لو تشوف ترند الجيم ولو تشوف ترند اليوتيوب أغلب أشياء بتضحك أغلب أشياء بترفه فهم بيحاولوا يروحوا ورا الشيء هذا. ألعاب الألغاز والألعاب اللي فيها أكشن ما يميلوا لها الناس بشكل كبير إلا إذا كانت ببلاش زي لعبة فورتنايت. يعني من نهاية فورتنايت لو كانت بفلوس ما توقع أنها حتنجح والدليل أنها نازلة من فترة بفلوس إلا ما صارت ببلاش نجحت. لعبة أبو خشم أول مرة شفتها في قناة أسامة هيرو وبعد كذا تواصلت مع الاستوديو حقهم في تويتر وفعلا وعدوني بأكواد للعبة وعطوني أكواد منها سوينا عليها giveaway ومنها وزعناها شباب على أساس شيء ينزل في الموقع كتقييم وشيء ينزل عندنا في القناة. وهذا هو الموضوع بكل بساطة بدون ما أنه ندخل في النوايا وندخل أنهم دفعوا فلوس مقابل التطبيل لهم. أنا ما لي في حاجة أني أطبل لناس وأخسر ثقة الناس اللي لي سنين شغال فيها. وأتمنى من أي أحد قاعد يأخذ من عندنا أي مواضيع خاصة شباب الإنستغرام يعني هذه المرة المليون اللي أنا أتكلم فيها وللأسف أغلب الحسابات والكبيرة منها اللي فوق 200 و 300 ألف شغالين صرقات عندهم الموقع لدرجة جابوا الكلام لنا من وراء ألعاب زي كده لدرجة إحنا ما إحنا دارين إيش اللي قاعد يصير ما غير نشوف ناس يسبسبوا وبس يأخذ لك اقتباسات للكلام وينزلها وبعد كده نتفاجأ إنه الناس مهم فاهمين إحنا ليش أعطينا أو ليش تكلم عن اللعبة بهذه الطريقة. البعض زعل ليش نقول هي أفضل لعبة عربية لأنه أفضل لعبة عربية من ناحية التسويق من ناحية أنها نجحت ولو أنه الموضوع كان فيه صراحة أغلاط كثير وحتكلم عنها بكل بساطة ومختصر. أتمنى إذا كان أحد منهم يسمعني أنه المرة الجاية وقت ما بيسوقوا للعبة يعطوها لليوتيوبر أو للميديا بشكل عام يكون فيه وقت معين أو محدد زي ومتعارف مع أغلب الشركات اللي هو الامبارجو تحددوا يوم بتاريخ بوقت معين تنزل فيه
اللعبة على أساس تكون التنافس بيننا شريف، وفي نفس الوقت يكون إنه في فرصة للجمهور إنه اللي حاب يلعبها ويشوف مثلا ممكن لها تقييم، أحد من الشباب ينزل مثلا تقييم في موقع أو حتى في اليوتيوب، فبالتالي كله فرصة يقدر يشتري اللعبة، لأنه حاليا في يوتيوبر وصلوا في اللعبة مراحل بعيدة، ما أتوقع إنه في أحد حيرضى يلعب لعبة أوريدي شاف تختيمها شكل كامل عند يوتيوبر معينين، للأسف اللي صاروا الحالة متقدمين في اللعبة، صعب انك انت تلحقهم وتنزل مقاطع معاهم او حتى تنزل مراجعة بعد ما هم خلاص حرقوا اللعبة حرق. فهذه من الاشياء اللي انا ما عجبتني فيهم، ولو ان الموضوع نجح من ناحية تسويقية لكن ممكن ما ينجح من ناحية الناس تشتري اللعبة، وحيقل العدد بشكل كبير. ضيف على هذا ان اللعبة ركزت على اشياء كثير في عالم اللعبة، من عناصر RPG، عالم مفتوح، تركب سيارة، حوارات، يعني اكثر من شغلة ركزوا عليها، فبالتالي ضاعت هوية اللعبة في نواحي معينة، زي السواقة كانت سيئة، الضرب كان سيء في اللعب، الرسومات صراحة خرافية، ولو انه في بعض الشغلات كانوا يقدروا يضبطوها افضل من كده لو انه خلى تركيزهم على شيء معين. يعني مثلا عناصر RPG احس انه ما كان لها داعي، اللي هو تطور في الشخصية وتجيب له مدري ايش، وشخصية تكون معك ثاني وكمان تقدر تطور عليها اشياء، كان ودي ان الموضوع يكون اسهل من كده واقل من كده عشان يعطوا فرصة ان الناس يستمتعوا فيها كلعبة عالم مفتوح او اكشن، بدون ما يدخلوا في التفاصيل اللي تضيع هوية اللعبة وضيعت وقتهم. ممكن يضيفوا الاشياء دي في الاجزاء الجاية كنوع من انواع انه يحاولوا يطوروا من عمر اللعبة. في النهاية يا شباب اتمنى انه فكرة انه ندعم الالعاب العربية ما تكون فكرة انه نطبل للالعاب، احنا ندعمهم كشغل وننتقدهم برضو كمان في الشغل ونعطيهم تقييمات بناء على الشيء اللي احنا شايفينه. احنا قيمنا لعبة ابو خشم او اي لعبة عربية زي لما نقيم اي لعبة كبيرة ثانية، فيفا، كول اوف ديوتي، باتل فيلد، جراند ثيف اوتو، ريد ديد، نفس التقييم بسواسية، ما عندنا اي مشكلة مع اي لعبة. حتى موضوع انه شركات تدفع لك فلوس، في الغالب حيدفعوا لك فلوس عشان تنزل تقييم للعبة في قناتك لا اقل ولا اكثر، بدون ما يدخلوا في خلينا نقول كم التقييم اللي حتحطه وكم الاشياء اللي ممكن تضيفها ممكن في التقييم على اساس تمدح لعبته. ما في اي شخص يقدر يسوي الحركه هذه، لانه في النهايه حتضره وحتضر الشركه في نفس الوقت، لانه مو كل الناس حتسكت ومو كل الناس حيوافقوا على المبالغ ومو كل الناس انه حيمرروا الموضوع كذا مرور الكرام. هذا اللي كان عندي في هذا المقطع، اتمنى انه رؤيتنا للالعاب او المطورين الالعاب تختلف زي ما اختلفت في مجالات ثانية من ضمنها الكورة، اللي كانوا يعتبرون دشير يلعبونها حاليا ما شاء الله صارت من الأشياء اللي مين ما يتمنى ولد يكون في هذا المجال. اللي قاعد يصير عندنا حاليا انه كلنا قاعدين نشتغل باجتهادات شخصية وندفع من حر مالنا بدون ما حد يساعدنا ولا شيء، فكل اللي تشوفه ارجع اكرر اجتهادات شخصية ومالك منا فيه. فكل اللي تقدر تسويه انت تشتري اللعبة او ترفضها، ولو انه ما عجبني برضو كمان سعر لعبة ابو خشم اللي كان شوية مرتفع، لكن نقدر نقول شكرا لبلايستيشن السعودية وشكرا لاكس بوكس برضو الخليج عندنا انه خلوا اللعبة هذه تنزل على الستور وتاخذ فرصة، وانا متأكد انه الجزء الجاي من اللعبة هذه حيكون خرافي، خاصة انهم كمان اعتمدوا على ممثلين معروفين زي علي ابراهيم. كان معكم محمد برام من قناة فيديو جيم فور عرب. I smell your breath, not listening, but I still hear you screaming.